جينا اليوم لنا امام المحكمه الابتدائيه الزجريه ديال العين السبع بالدار البيضاء على خلفيه واحد الفيديو مقطع شريط فيديو اللي كان منتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر المنصات والوسائط وهذا سيرتو في الدار البيضاء هو راه انتشر المغرب كله. هذا الفيديو هذا شي يقول تيقول انه كاين تجار ديال المخدرات اللي كيبيعوا شريو جميع انواع المخدرات وكاين السيبه وكاين الفوضى بوسكوره، مع العلم بان هذا الفيديو كان تسجل في 2021 اواخر ديال 2021 تسجل في ضواحي الدار البيضاء ماشي في بوسكوره، لا باش ما نخصوش العمل ديال حتى شي جهه امنيه اللي هذا وتسجل في هذيك الفتره تما. وهذا الفيديو هذا اليوم لانه كاين حسابات ما بين تجار المخدرات بيناتهم، كاين ايضا حسابات ديال تجار المخدرات مع الدرك الملكي بوسكوره اللي منذ الافتتاح ديال السريه يعني تقريبا واحد شهرين وثلاث شهور هذه في شهر واحد من هذا العام اللي ضيقت الخناق على تجار المخدرات وعلى العصابات وهذا وقضات على الاوكار ديال المخدرات وقضات على البارونات، وبالتالي فكروا انهم يروجوا هذا الفيديو في هذه الظرفيه هذه بوسكوره على اساس انه ما كاينش امن بوسكوره. وحنا كهيئه حقوقيه يعني والطاقم ديالنا ديال المنتدى كنجولوا جميع يعني المناطق ديال الدار البيضاء سيرتو اللي تابعه للدرك الملكي، وتنعرفوا الاعمال ديال الدرك الملكي وكنعرفوا شنو هي السرايا وشنو هي المراكز الترابيه وشنو هي الشرطه القضائيه للدرك الملكي، كنعرفوا شنو العمل اللي كيقوموا به الناس. مثلا السريه ديال الدرك الملكي على مستوى بوسكوره مؤخرا قضات على واحد العدد ديال التجار ديال المخدرات، السريه ديال بوسكوره مؤخرا لقات القبض على واحد المتهم اللي هو متهم بالنصب ديال التسويق الهرمي على المواطنين اللي تيقول لهم عطوني مليون غتربحوا 60، عطوني 6 مليون غتربحوا 120 الى غير ذلك، وكانوا الضحايا ديالو من داخل المغرب ومن خارج المغرب من الناس بساط ومن الناس اللي هما عندهم. وهذه مناسبه باش نوعيو الناس انهم ما يبقاوش يعني اللي جاي يضحك عليهم. هذا حاجه اخرى، جهاز ديال الدرك الملكي هو واحد جهاز عسكري، جهاز منضبط، ملي تنشر هذا الفيديو هاد الناس ديال الدرك ما خرجوش بلاغات وهذا، وانما مشاو تيشتغلوا باش يجيبوا هاد العصابه هادي، بحيث انهم مشاو لفاس، جابوا الناس من فاس، جابوا من الرحمه، جابوا من مختلف مناطق ديال المملكه، ويعني وهاد الناس جاو صرحوا على اساس ان هاد الفيديو راه سجلناه في 2021 في الضواحي ديال مدينه الدار البيضاء ولكن ماشي في بوسكوره، وها علاش. وايضا كاينه ايادي خفيه، كاين اعداء ديال البلاد ديالنا اليوم اللي معنا في الفيسبوك ومعنا في الواتساب ومعنا في تويتر ومعنا في يوتيوب ومعنا في هذا اللي تيروجوا هاد الشيء. علاش كيروجوه دابا؟ باش يبينوا للعالم بان المغرب ما فيهش الامن، لان غنضموا كاس افريقيا 2025، غنضموا كاس العالم 2030، كيبغيو يبينوا واحد الصوره بان المغرب فيه الفوضى، راه ما كاينش فين تجيو. مع العلم حنا كهيئات حقوقيه تنقولوا بان الحمد لله ان المغرب ديالنا خطى خطوات مهمه في المجال الامني، وحيث ان التجربه الامنيه ولات كتصدر على برا سواء ديال الدرك الملكي او ديال الامن الوطني، وراه حنا شنا واحد العدد ديال الدول اللي شادت بالتجربه الامنيه ديال الحموشي ولا ديال السي حرامو ولا ديال باقي الاجهزه ديال البلاد، لانه نجاو هذوك الدول من حمام الدم ونجاوهم من الفوضى ونجاوهم من بزاف ديال الحويجات. وبالتالي انا كنوجه للمغاربه الكلام ديالي، بركه من الحقد على الاجهزه الامنيه، بركه من الحقد على الدرك الملكي. بحال مؤخرا هذاك الفيديو اللي انتشر ديال هذاك القاوي هذاك الانجليزي اللي بينوه انه كيصور في الدرك ديال الدرك الملكي وكيقوم بالدور ديالو وجيب 20 درهم، يعني الفيديو يعني الكاميرا ديالو شدت ديك 20 درهم، واش هذا القاوري هذا يمكن يدير هذا الشيء في بلادو؟ ها يمكن يصور الدركين في بلادو؟ يمكن يجبد 20 درهم ويعطي لهم بلادو ولا بلادو يعني خليها مامنه وخليها محصنه ويجيو يوسخوا لنا البلاد ديالنا؟ حنا كنشكوا اليوم، واش هاد الناس اعداء الوحده الترابيه للبلاد؟ واش هاد الناس مسخرين؟ واش هاد الناس وهيهات هيات؟ الحمد لله كاينين مغاربه عقلاء، كاينين مغاربه نجباء، كاينين مغاربه اللي كيميزوا ما بين الخيب وما بين الزين. خليني واحد الشير ديما قليله اللي حاقده على الامن وحاقده على الدرك وحاقده على هذا، هاد الشير ديما هادي راه باغاها الخراب للبلاد، اما اللي باغي في صالح للبلاد راه هو كيشجع الاجهزه ديالنا ديال الدرك الملكي والاجهزه الامنيه والقوات المساعده وباقي مختلف التشكيلات الامنيه اللي كاينه في البلاد. حنا كحقوقيين اللي كنعرفوا الدور الكبير اللي كيقوم به هاد الناس، راه لولا الامن لولا الدرك لولا هاد الاجهزه راه ما يمكنش تخرج برا بالليل، راه ما يمكنش بنتك تمشي تقرا في الكليه، راه ما يمكنش بنتك تمشي للمدرسه، راه ما يمكنش مرتك تمشي تتقدى، راه ما يمكنش تخرج تجول وتبرك بالقهوه مع راسك حتى لجوج ثلاثه اربعه وتم جاي للدار. راه بفضل هاد الناس هادو اتونسيو، راه معنا ناس اللي هما اعداء الوحده الترابيه راه كيدخلوا باسماء مغربيه، راه كتلقى عبد القادر تلقى الجيلاني تلقى فاطنه وكيروجوا بهذا الشيء وكيكتبوا شهاده وهما راه يعني اعداء الوحده الترابيه، راه ماشي مغاربه. وافيقوا الاخوان فيقوا المغاربه الله يجزيكم بخير، واي فيديو تنشر على الامن على الدرك الى غير ذلك خاصنا نميزوا،
خاصنا نميزوا صاحبي، واش ربي عطانا عقل حنا باش حنا باش مميزين على الحيوانات بالعقل ونميزوا ونسولوا. الا كان مثلا هاد الشريط فيديو تيقول بان بوزكوره راه اش فيها المصالح ديال الدرك الملكي الباب ديالو مفتوح، اي مواطن يمشي يقول الدرك واش هاد الفيديو بصح عندنا مثلا، نسولوا. كاين الهواتف ديال الاجهزه، كاين او غير نبغى نشوف واحد الفيديو انا حاقد على الامن ولا على الدرك وندهك بالك. زيدون انه ملي جا جلاله الملك يعني كما كنقولوا في 99 راه دار واحد الهيئه اللي سميتها اصابه المصارح، يعني هذاك سنوات الرصاص مشات، صالحوا الاجهزه مع الناس اللي كانوا تضروا ذاك الوقت، والحمد لله راه حنا غادي نديروا واحد المحطات مزيانه.